بص بقى يا عم مروان، انا عاوزك تطلع مع الشحنه دي وتحضر تسليمها بنفسك. ليه؟ ليه يا فندم؟ عشان دي اكبر شحنه تطلع من عندنا يا عم مروان. يا حلو، بس حضرتك انا مروان مراقب الجوده مش مندوب تسليم. ايوه سيدي، ما انا عارف الكلام اللي انت بتقوله ده كله، بس انا عاوزك بقى تروح مع الشحنه وتحضر التسليم وتشوف الجوده بتاعت التسليم عامله ازاي. شوف الجوده حلوه مش حلوه. ها كل عيش يا مروان. ماشي حاضر. وهز دماغك. هزيت يا فندم. ما شاء الله حلوه قوي. يلا شد حيلك يا مروان كده، حلو الخطوه السريعه الحلوه. يلا يا عم الحاج دور كده وسمعنا صوت العربيات. يلا بينا، اتكل على الله. ايوه يلا. ايوه بقى يا حراق يا حلو. نور هوجن، حقك عليا، انا عارف انك زعلانه مني. لا وهزعل ليه؟ مفيش حاجه. انت كنت فين ده كل يوم؟ تعالي نقعد واحكي لك على كل حاجه. انا كلمتك يجي 100 مره، سبتني كده في نص الطريق بعد ما اتفقنا ان انا وانت هنحط ايدينا في ايد بعض. انا ما كنتش بلعب يا نور، انا كنت بنفذ الجزء بتاعي في الخطه. جبت منين 100 مليون جنيه يا هوجن؟ مش فلوسي، فلوس شركة كتير. نفسي اعرف الارض دي فيها ايه اللي هتخليك انت وبابي تموتوا عليها وتيجي انت تاخدها بالرقم ده. هيكون فيها ايه يعني؟ بترول؟ انا دفعت المبلغ ده كله عشان انافس ابوكي في السوق. انا مش فاهماك، انا تقريبا مش عارفاك، مع ان جه وقت عليا كنت فاهمه ان انا اكتر واحده عارفاك في الدنيا. هوجن نفسي اعرف انت ناوي على ايه؟ انا ناوي اعمل خير كتير، ناوي اعمل خير كتير قوي. ما تسيبينيش يا نور، انا محتاجك جنبي. ماشي يا هوجن، انا هفضل جنبك بس ارجوك ما تخلينيش اندم تاني. الو. ايوه يا علي. يا علي الصوت. انت بتقول ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ بيقول ان هو لقى جثة سميح في المشرحة. يعني ايه؟ يعني ايه العربيات بالشحنة كلهم يتسرقوا؟ شنطة ولا محفظة هم؟ طب انت ما تعرفش اوصاف الحرامية دول؟ ولا حتى خدت رقم عربياتهم؟ كانوا ملثمين العربية من غير نمر بس، وربنا يا فندم لو كناش مسلحين. انت هتقعد تهلبط في الكلام ده. انت هتقعد تهلبط يا فندم. انا ماليش دعوة يا مراقب الجودة. مراقب انت هتفضل ماسك لي في مراقب الجودة دي؟ يلا اخوك انا مش مرتاح لخلقتك من يوم ما شفتك، وهحبسك وتطلع بره. ماشي يا عم هوجن، هي بقت كده يعني. احرق يا حراق، البس يا حراق، وربنا ما انا سايبك يا هوجن. رمضان سلم نفسه كبير. حلو ده يا مجد، حلو. بس بقول لك ايه، انا مش حابب يا كبير دي. امال اقول لسعادتك ايه؟ قول لي يا هوجن باشا. تمام يا هوجن باشا. بقول لك ايه، انا عاوز رمضان على الاسفلت في خلال شهر. اقل من كده يا باشا، ده انا مجد فتح. فيه ايه؟ في امر من النيابه بالقبض عليك يا حبيبي.